منذ وقت لم تكن الجزائر حاضرة دبلوماسيا بهذا الحزم والدعم. فخلال سنة 2021 برزت الدبلوماسية الجزائرية بشكل لافت وسجلت حضورها خاصة في القضايا المتعلقة بالقارة السمراء لتؤكد في المقام الأول أن إفريقيا للإفريقيين. متفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. الجزائر التي تعد من أكثر المتضررين مما حدث في ليبيا تمكنت من جمع دول جوارها على طاولة واحدة لتعلن أن الأقربين أولى بالوساطة تحت مظلة الأمم المتحدة. دورنا كبلدان تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث في الجوار مباشرة وأكثر من غيرنا من الدول في العالم، إذن أن صوتنا يجب أن يسمع وأن دورنا يجب أن يعترف به. ولكي تبقى إفريقيا للإفريقيين لعبت الجزائر دورا رئيسا في صد كل المحاولات التوغل الصهيونية في القارة السمراء، ووقفت صدا منيعا أمام تواجدها كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن الاحتلال يتنافى مع ثوابت ومبادئ الاتحاد الإفريقي. القضية القومية فلسطين كانت الجزائر دائما تحملها في حقيبتها الدبلوماسية، فبالإضافة إلى الجهود والمساعي الداعمة لها على الدوام تحاول الجزائر جمع الإخوة الفرقاء في فلسطين عبر ندوة جامعة اقترحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا لدى استضافته الرئيس الفلسطيني محمود عباس. نطمح احنا كذلك أن نقوي الصفوف الفلسطينية بالوحدة الفلسطينية، على هذا الأساس خديت الرخصة من أخي الرئيس أبو مازن أننا سنجمع كل الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر في أقرب وقت إن شاء الله. ولأن الجزائر تؤمن بنصرة القضايا العادلة، فإن موقفها من ملف آخر مستعمرة في إفريقيا لم ولن يتغير، ولهذا تبقى تتبنى نفس النهج وفق حل عادل ودائم ومقبول ينص على حق تقرير المصير، كما تدعو على الدوام إلى وقف اعتداءات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي. الجزائر التي تعمل على تقوية الوحدة إفريقيا تدافع عن هذا المبدأ عربيا، فبالرغم من الخلافات إلا أنها تسعى إلى لم شمل الأمة العربية على طاولة واحدة في القمة التي ستحتضنها في مارس من العام المقبل وتكون البيت الجامعة لكل العرب. احنا إلا كان نديروا قمة عربية لازم تكون قمة جامعة، إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق. احنا دولة دائما نجمع الفرقاء في إفريقيا، في العالم العربي، في حتى في أوروبا. لم الشتات بالطبع لا يكون على حساب استقرار الوطن ولا على حساب تهديد الأمم، ولهذا ردت الجزائر بحزم على المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية معها تماما، وأوقفت الرحلات الجوية عقابا للجارة الغربية على تماديها في الاعتداءات ومحاولة ضرب استقرار الجزائر وتطبيعها الفاضح مع الاحتلال الصهيوني بتوقيع اتفاقيات في المجال العسكري والاستخباراتي. أول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر، خزي وعار. وكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر وتاريخها وشهدائها يأتيه الرد سريعا، وهو ما حدث مع فرنسا التي هرولت مسرعة لمحاولة ترميم العلاقات بين البلدين، ولو أن الشرخ العميق الذي خلفته جرائم فرنسا الاستعمارية جرح لا يندمل. الدبلوماسية ليس سياسة فقط، وهو ما دفع بالجزائر إلى جعلها رافدا يدعم الاقتصاد الوطني عبر تحريك الدبلوماسية الاقتصادية وخلق فرص الاستثمار، وهو أهم ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية لرؤساء البعثات الدبلوماسية، خاصة وأنه تعهد بأن تكون سنة 2022 سنة صناعية بامتياز. تشجيعات سيد رئيس الجمهورية على البذل المزيد من الجهد والعمل من أجل فرض تواجد الاقتصاد الجزائري المنتعش على الساحة الدولية، وكذلك من أجل استغلال كل الظروف المتاحة بحكم انضمام الجزائر أو عضوية الجزائر الأصلية والأصيلة إلى
منطقة التجارة الحرة في العالم العربي، منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وكذلك شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي. السياسة الخارجية للجزائر تعود إلى سابق عهدها في فترات عزها، عملت بالمثل وردت بحزم ودافعت عن إفريقيا وعن الأمة العربية وبالطبع عن مصلحة الجزائر وجاليتها بالخارج.